مضى على بعضهم أكثر من عامين فيما ملفهم على طاولة المباحثات، ولكن على ما يبدو فإن المختطفين في سجون الميليشيا لن يكونوا قريبا خارج المعتقل. كان شرط إطلاق المعتقلين على رأس قائمة المطالب المطروحة على طاولة المفاوضات كبادرة لحسن النوايا المطلوب من الميليشيا تلبيتها للشروع في مفاوضات الحل السياسي، إلا أن هذا الملف بقي مجمدا ولم يحدث فيه أي تقدم، تماما كما هو حال بقية الملفات. أكثر من ذلك، تحولت قضية المختطفين إلى قضية للابتزاز تعمل سلطات الميليشيا من خلالها على الحصول على تنازلات من الحكومة الشرعية، أهمها إطلاق سراح مقاتل الميليشيا مقابل إطلاق بعض من هؤلاء المختطفين. فشلت كل الجهود في إطلاق المختطفين، وبقي طريق واحد يمكن التحرك فيه، تعريف الرأي العام العالمي بالقضية، ولكن حتى هذا لا يبدو مشجعا نظرا للنتائج التي حققها هذا المسار خلال الفترة الماضية. في نيويورك نظمت بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين والتكتل اليمني الأمريكي ندوة ومعرض صور حول المعتقلين في سجون ومعتقلات الميليشيا، حضرها عدد من ممثلي وفود الدول المعتمدة والمنظمات الدولية وناشطون وصحفيون. تحدث في اللقاء دبلوماسيون ومختطفون سابقون وأكاديميون يمنيون وأمريكيون في محاولة جديدة للفت نظر العالم إلى قضية تشكل إحدى العلامات السوداء في سجل الأزمة اليمنية وفي أداء المجتمع الدولي خلال هذه الأزمة. فهل يستطيع هؤلاء إحداث الاختراق المرتقب في قضية باتت تمثل هاجساً مقلقاً لأهالي المختطفين المنتظرين منذ أكثر من عامين؟